أصدقائي، ورجعنا لكم تاني وفي الجزء التاني من حلقتنا النهاردة برنامج كل الناس نيوز. بنرحب هدير المهندسة منى سعدي زغلول، مهندس استشاري ومؤسس نادي كايرو بلاتينوم ومساعد محافظ روتاري. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية كنا عايزين نعرف من حضرتك إيه هو الروتاري وأهدافه؟ الروتاري منظمة عالمية تقريبا قوابها 1,200,000 واحد، ويمكن يكون زادوا عن كده، و34,000 نادي في العالم كله في 200 بلد. ممكن يكون الكلام ده من سنتين بس ممكن يكون العدد زاد. الأرقام دي زادت. هي مجرد انها خدمه مجموعه من الناس المثقفين وعلى يعني على درجه كويسه من النواحي الاجتماعيه والثقافيه، بيعملوا مشاريع خدمه مجتمعيه في البلد، ممكن في بلدك او ممكن في العالم. يعني ممكن يكون في جوينت مع نادي من بره بيعمل مشاريع معاهم او كده. بس طبعا احنا يعني احنا عشان بلدنا بنهتم قوي بالمشاريع بتاعتنا احنا. وهو في مشاريع بتبقى من مشاريع كبيره لمشاريع صغيره لتوعيه. التوعيه دي على فكره لا تقل خالص عن المشاريع نفسها، لان انت لما بتعملي توعيه ضد يعني عشان النيل، او طبعا انت اختصاصك تمام والامومه والكلام من ده كله، دي حاجات مهمه جدا قوي قوي بنقوم بيها. المشاريع الكبيره زي ايه حضرتك؟ هقول لك المشاريع الكبيره. احنا السنه اللي فاتت يعني كنا قبلها عملنا فلوتينج هوسبيتال، يعني مستشفى عائم من اسوان للجيزه، قعدت شهرين. دي حاجة. السنة اللي فاتت عملنا مدرسة في الفيوم. السنة دي احنا التارجت بتاعنا احنا نعمل مستشفى يمكن تخلص السنة دي او اللي بعدها. وفي كمان تخصصنا في ان احنا نعمل كمهندسين، على فكرة احنا في اللجنة الهندسية، ان احنا نعمل الاعاقه، ذوي الاعاقه مهضومين خالص في بلدنا احنا في المباني. فاحنا بنعمل لهم مثلا رامبات او نعمل لهم حمامات بالكودز بتاعتهم، الكلام ده كله. فدي احنا يمكن نلف على كم مدرسه او كم مستشفى ونعمل الحاجات دي كلها. في كمان اللي هو ووتر اند سانيتيشن، اللي هو الميه والصرف الصحي، بنعملها في قرى كامله. بنعمل ساعات تعريش او تسقيف بالخرسانات وكده لبعض القرى برضو كده. هو ففي ده حاجات مشاريعنا كتير قوي قوي. حضرتك ده بتعملوه بالمجهود الذاتي زي ما بيسموه؟ مجهود ذاتي تمام. وبقروض ساعات لو هي الارقام كبيره، وساعات الروتري الدولي بيبعت. يعني ده دور مهم انتوا بتقوموا بيه لمساعده خدمة مجتمعية. خدمة مجتمعية. في حاجة كمان عايزة أقولها ضروري للأطباء اللي عندنا في الروتري، ودي حاجة يعني بصراحة تتحسب لهم، إن هم بيعملوا عمليات فتح قلب، الشفاء أرنبية، عيون، كل ده ببلاش. حلو. يعني بحيث إن هم أساسا هم متبرعين بالكلام ده كله. طب الحالات اللي بتقدر إن أنتوا تتواصلوا معاها او تعملوا للناس دي ببلاش، ازاي ممكن يتواصلوا معاكم، او ازاي يعرفوا ان هم يوصلوا، او ازاي بتقدروا تختاروهم؟ هو طبعا بعض الاماكن زي المستشفيات والكلام من ده بيبقى في اساسا ناس جايه عشان تعمل العمليه دي. تمام. وفي برضو الموضوع الفلوتينج هوسبيتال اللي انا قلت لك عليه. ده كان في 8 محافظات. المحافظه المركب كانت بتقف، باخره كبيره يعني تمام، بتقف في كل محافظه، وكان بيجي لها العيانين والمرضى، لان هم كانوا بيبقوا عارفين قبلها ان في قافله في طبيه. قافل اه تمام. قافله طبيه. كمان حاجه مهمه انت قلتها دلوقتي حالا، القوافل الطبيه. احنا لسه السنه اللي يعني سوري الاسبوع اللي فات نادينا احنا تمام عمل قافله طبيه في نادي الصيد. كان عشان السكر، وعلاقة السكر ده بالسمع وأمراض السمع والروماتويد اللي هو الروماتيزم والكلام من ده، والضغط وقياس ضغط.
فاحنا كنادي عملنا مشروع ده، في حين ان في لجنه قوافل في المنطقه الروتاريه، اصلا في حاجه اسمها ديستريكت عندنا اسم منطقه روتاريه، ده بيعملوا قوافل بقى على مستوى كبير، يعني اللي هو علاج الاوبن هارت مثلا، او فتح القلب، الشفاء الارنبيه، حاجات على سكيل كبير، من الدكاتره برضو نفس اللي موجودين في الروتاريه. يعني مؤسس نادي كايرو بلاتينيوم، تاسيس النادي طبعا احنا كنا مع بعض الموسم اللي فات، وكان النادي لسه بقاله عام ولا كان في بدايته؟ لا كان لسه هو في انا البدايه. كنت قلت لك ان انا لسه جاي لي الموافقه. اشهار الروتري الدولي. كويس. تاسيس نفسه عمليه مجهده، عمليه صعبه. اختيار الاعضاء مهم، مهم لسبب ان احنا بنختار الاعضاء اللي هم متعلمين كويس، مثقفين كويس، اجتماعيا معقول، يعني تمام. واخد بالك، لان هو احيانا ساعات بيجي مثلا اشخاص يعني بيعملوا مشاكل شويه، بس يعني يعني طبعا فاحنا في دلوقتي شروط لقبولهم، يعني في شروط معينه. احنا دلوقتي بنختار الناس اللي هم ييجوا الروتري عندنا، لان انت بتعملي خدمه، فالخدمه دي لازم تكون نابعه من جواكي، يعني تعملي خدمه مجتمعيه، لازم تكون هي جايه من جواكي اصلا، فما ينفعش ان الناس مثلا مستواها يعني عادي عايز او مش اقولها بشكل مختصر شويه وحضرتك تشرحها خليني لي. يعني اقولها لك. اه يعني لو اعتمدنا على رجال اعمال، على شخصيات عامه، علشان نقدر ده هدفكم، علشان المستوى تقدروا تخدموا شريحه كبيره من الناس اللي محتاجين خدمات، على فكرة مش شرط خالص ان يكون رجال اعمال، او شخصيات عامه. احنا ولا شخصيات عامة، هي طبعا لازم ريكومندد، مطلوبة، بس احنا عندنا ستات بيوت، ستات يعني بيوت مش هم شرط اللي مستوى بيشتغلوا على مادي فكرة، معين. يعني هم اللي بيأدوا الشغل، بس احنا يعني دلوقتي بنختار برضو النوعيات. يعني طيب لو قلنا ان احنا المحاور الاساسيه اللي بيقوم بيها او تقوم بيها انديه الروتري، المحاور الرئيسيه دي على فكره بتغطي كل حاجه تقريبا، يعني انت لو فكرت كده هتلاقي بعد ما هقولها بتغطي كل حياتنا في كل حاجه. السلام، الامومه والطفوله، الوقايه من الامراض والعلاج، الإديوكيشن أو التعليم، التعليم، ومحو الأمية. تمام. فمحو الأمية مهم، الووتر اند سانيتيشن اللي هو المية والصرف الصحي، الإيكونوميك اللي هو الاقتصاد، زاد عليها بقى من شهرين بس انفايرومنتال اللي هو البيئة. البيئة أصلا من الحاجات المهمة جدا اللي ابتدى الناس المجتمعات كلها في العالم تبص ليها، زي مثلا يعني احنا مشاريعنا مثلا التشجير، مثلا تنظيف المياه، برضه النيل، تمام. النيل حفاظ على أهمية نهر النيل النيل والحفاظ عليه. النيل وحفاظ عليه. تمام. الحاجة التانية مثلا الشواطئ، حماية الشواطئ، مثلا اكياس، احنا برضو بننادي بان عدم استخدام الاكياس البلاستيك، وبقينا دلوقتي بنطالب باستخدام الاكياس الورق والقماش مثلا. احنا حتى في شغل البوليوشن دلوقتي بنحاول ننادي ان احنا بلاش بالنسبه للمصانع والعربيات. احنا حتى في شغلنا كمهندسين ابتدينا في حاجه، فكره جديده او بقى مش جديده دلوقتي، بقت 5 6 سنين او 7 سنين، بنطبق الليد، حاجه اسمها ليد انفايرومنتال، يعني اللي هو البيئه في شغلنا احنا كمان. يعني احنا مثلا بنستخدم السنسور، الحنفيات السنسور، واخد بالك، الطاقه الشمسيه، ما هي دي برضو بتوفر في الاستخدام، يعني حتى الدهان كمان بقى ليد. يعني واحنا عندنا كم محور؟ هل المحاور اتغيرت؟ لا هو كده بقى، كانوا 6 اللي كان انا 6 محاور؟ قلتهم لك، محاور وزودنا عليهم السابع اللي هو انفايرومنتال، لان ابتدى الاتجاه العالمي دلوقتي لموضوع البيئة. تمام.
أصدقائي عايز أقول إن إحنا نركز جدا في كلام المهندسة منى زغلول، علشان في نهاية الحلقة في مفاجأة، فنركز جدا في كل الكلام اللي بيتقال. عندك سؤال تاني؟ لا، انا كنت عايزه اسال، انا كمواطن عادي دلوقتي عايزه اوصل لحضرتك، اوصل لك ازاي عشان يسهل عليا؟ ممكن اديكي تليفوني. هو دلوقتي اهم حاجه، على فكره انت قلتي حاجه وانا هرد عليها، احنا بنركز دلوقتي على الاعلام، فانت بما انك اعلاميه، وعلى فكره في عندنا في النادي مذيعين واخبار وجمهوريه وحاجات كده، ليه بقى احنا مش محتاجين حاجه ولا محتاجين نتعرف، بس محتاجين ان احنا نوري مصر مثلا والعالم شغلنا فقط، احنا مش بنعمل حاجه. طيب في خلال بالنسبه السنة دي بالنسبه للي انت سؤالك اللي انا كنت عارفاه اللي انت عايزه تسالي عليه، انت بتقدمي بتقدمي في النادي خلاص، وبتقعدي شهرين 3 شهور، ليه؟ انت نفسك ما اتبسطتيش، ما الكيمياء ما ظبطتش معاكي مع الناس، واخده بالك؟ النادي كمان له دور، يعني عايز يسال عن انت بتشتغلي ازاي، بتغيبي كتير ولا ما بتغيبي، يعني فهو الموضوع هو مجرد بس ان انا مثلا اعرفك، وفي كل النادي مثلا معانا يعرفوا ناس فبيرشحوهم، بيقعدوا شهرين 3 شهور، وبعد كده بيبقى في فوت داخلي جوه النادي من البورد باختيار الشخص ده، ان هو ارتاح ولا لا. ده هو اهم حاجه على فكره، ان هو اللي يرتاح مش احنا اللي نرتاح. وهو شخص فعال ولا لا، بيشتغل كويس ولا لا، احنا مرتاحين برضو كمان معاه ولا لا، لان احنا في النهايه النادي ده بيبقى عيله. طيب عيله كامله. على فكره بالمناسبه احنا 116 نادي في المنطقه الروتريه. طيب السؤال اللي جاي عايز اعرف المشاريع اللي تمت في خلال هذا العام، يعني من المقابله اللي فاتت لغايه النهارده اكيد تم مشاريع، بس قبل ما تجاوبي معانا مكالمه. الو 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 رنا، ازيك معانا؟ اهلا بيكو. رنا اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت شايفانا من الجزء الاولاني ولا الجزء الثاني ولا من اول الحلقه؟ لا انا شايفه من اول الحلقه. طيب عايز تتكلمي في ايه؟ انا بتكلم عن بالنسبه للكورونا، يعني انا معاك في الايجابيات وبرضه مع الاستاذ عبير في السلبيات. بس انت مش شايفه ان عبير مزودها في السلبيات شويه؟ لا والله لا والله. طيب قولي لي انت ايه رايك في الموضوع ده؟ لا بالنسبه للموضوع ده، يعني فعلا هي في ايجابيات ان لاول مره نجتمع على سفره واحده. مزبوط. كل واحد يعرف الثاني، دي ايجابيات. ولو عندك سؤال طب ليها اساليها. السلبيات بقى، السلبيات ايه هي؟ بالنسبه للسلبيات طبعا التعليم عن طريق الاونلاين ده كان تجربه صعبه. تمام. يعني بالنسبة دلوقتي للولاد كانوا بيسهروا طول الليل ويصحوا متأخر تمام. لا ما عجبنيش. تمام. يعني نحسب الإيجابيات أكتر ولا السلبيات؟ يعني بالنسبة برضو الرعب، بالنسبة للأمراض اللي هي أصحاب الناس اللي هي الأمراض المزمنة اللي خوفهم ورعبهم من المستشفيات، ده أدى لوفيات كتير. طبعا احنا طيب يعني في الآخر خالص رنا، لو قلنا في الآخر كتير. خالص سلبيات كتير. أنت شايفة السلبيات أكتر ولا الإيجابيات أكتر؟ السلبيات أكتر. السلبيات أكتر. خلاص كده أنت مع عبير. رنا مع الأستاذ عبير. خلاص ماشي. طيب رنا تابعينها واستني لغاية نهاية الحلقة علشان في اسئله وفي جوائز وفي مسابقات. انا بشكرك جدا وتابعينا على طول وخليكي معانا. طب ناخد مهندسه منى، في سلبيات ولا ايجابيات؟ بصراحه هو كان في ايجابيات. نصفين. كان في ايجابيات. وعلى فكره احنا عملنا برامج شويه في النادي بتاعنا بيوصف ايجابيات. انا معلش انا مش بنكر الايجابيات. لا هو بنكر الايجابيات على فكره، ايجابيات ان احنا فعلا الناس اتجمعت بجد. تمام. وفي
في أسرة واحدة، وإحنا أنا يعني دلوقتي أنا حسيت إن الموضوع ده كان تاريخ قديم، بس الحمد لله إن عدى. اتقربنا قوي من ربنا، حقيقة. ودي حاجة مهمة قوي، إن إحنا كان كل الناس كانت بتدعي وكانت خايفة، خايفين على بعض مثلا. صح. فأنا شايفة إن كان فيها إيجابيات. طيب باختصار ولا سلبيات؟ اكيد يعني برضه مش عايزه اقول. باختصار سريع قول لنا بعض المشاريع اللي تمت في خلال الفتره اللي فاتت. طيب اول حاجه، احنا نادي كان لسه هو كان جديد، بس احنا عملنا برضو مشاريع كويسه. اول حاجه اللي هي الميديكال كونفوي، اللي هو الميديكال كونفوي اللي هو هقولها لك بعدين. طيب. كمان عملنا اشتركنا في مسار العائله المقدسه. أيوة. ودي من الحاجات اللي انا كنت مهتمه بيها جدا. تمام. هو طبعا احنا اشتركناش بشكل واسع، بس دخلنا في موضوع الزراعه قدام شجره مريم. في حديقه كبيره كده، هو عملناها زراعه وعملناها لاندسكيب كويس قوي، وابتدينا ندخل في نفس شجره لاندسكيب في شجره مريم نفسها، المنطقه شجره مريم، وزرعنا وعملنا بنشات وعملنا حاجات كده اهو. فانا كنت سعيده جدا بالمشروع ده. تمام. ميديكال كونفوي يعني قافله طبيه. قافله طبيه. طيب. كمان عملنا تبرع بالدم. عملنا عملنا وزعنا بطاطين، وزعنا في رمضان، وزعنا كراتين للفيوم حوالي 200 230. طيب يعني عملتوا مجموعه من المشروعات اللي فعلا قدرتي ان انت تبقي سعيده في خلال هذا العام ان انت تنجزيها. السنه دي عملنا يعني هم اربع مشاريع عملناها من اول السنه. اول سنه بتبقى في يوليو. كويس. وخلي بالك ان الكورونا برضو كانت أثرت مخسرة شوية. عملنا بتاع ده مشغل، اتبرعنا بحوالي 8 مكانات خياطة. تمام. عشان اللي هم الأمومة والطفولة اللي احنا بننادي عليها بننادي بيها ان يكونوا بيشتغلوا. تمام. فدي من الحاجات المهمة. وعملنا برضو اللي هي القافلة الطبية اللي قلناها، وفي وجبنا اساور. دي حاجه مش شخصيه اللي انت هنتكلم عليها. اساور لمرضى السرطان. الاساور دي هتبقى اتكلمكم عليها. احنا محتاجين من حضرتك مجموعه حلقات ان شاء الله. احنا قربنا على نهايه حلقتنا، ونحب ان حضرتك تقول لنا السؤال المفاجاه للمشاهدين اللي بيشوفونا. أنا كنت قلت 6 محاور وبقوا 7، فيا ريت أي حد يذكر واحدة منهم. أي واحدة منهم. أو لا، بلاش محور واحد، خليهم 3. 3 محاور. أصدقائي طبعا هتبعتوا لنا على الواتس الموجود، على الرقم الموجود قدامكم، وعندنا لسه لحظة علشان في أسئلة تانية ومسابقات تانية وجوائز تانية. السؤال من تجور. تجور مطعم وكافيه تجور بيقول ايه هو معنى كلمه تجور؟ ما معنى كلمه تجور؟ الجوائز اللي عندنا في 2 جوائز، كل واحد دعوه للفرد على العشاء والغدا او الغدا، وفي عندي 500 جنيه. بندعو للمدام حنان بكل الشفاء العاجل ليها، وكلنا ندعي ليها يا رب يشفيها وترجع لنا بالسلامه. كمان عندنا قريه بدويه، المهندسة نهاد رئيس مجلس إدارة قرية بدوية. قرية بدوية أصلا اللوجو بتاعها أصل المشويات والأكلات العربية. أصل المشويات والأكلات العربية. سؤالنا النهاردة بيقول إيه الشعار لقرية بدوية؟ المهندسة نهاد رئيس مجلس إدارة قرية بدوية عاملة دعوة للعشاء لفردين، برضو هتبعتوا لنا على طريق الواتس اللي موجود عندكم. عندنا شركة الفراعنة، المهندس سعيد العدس رئيس مجلس إدارة شركة الفراعنة بيقدم جائزة 250 جنيه. السؤال بيقول اللوجو لشركة فراعنة اللي شفناه النهاردة في الحلقة، كلمة فراعنة لونها إيه؟ تاني السؤال بيقول الشعار أو اللون لشركة الفراعنة لونه إيه؟ هننتظر كل إجاباتكم على الواتس اللي موجود معنا، والأسبوع اللي جاي إن شاء الله هنتقابل قبل المعدة بساعة، وهنشوف مين اللي فاز
في الناس اللي بعتت لنا. بشكرك عبير. شكرا. في نهايه الحلقه بشكر المهندسه منى سعد زغلول، مهندس استشاري ومؤسس نادي كايرو بلاتينيوم ومساعد محافظ روتري. اهلا وسهلا بحضرتك وشرفتينا، وان شاء الله نلتقي مع حضرتك في برنامج الله. وانا في زي ما اتفقنا قبل كده في ناس يعني على مستوى عالي جدا في النادي عندنا، واحب ان احنا نكتسب من خبراتهم في الحلقات الجايه ان شاء الله. شرفتيني يا فندم. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله على خير.